أنا علمت الآن أن من جملة الأسلحة الموجهة لإفشال مشروع الثورة والحرية وإقامة العدل وإقامة الدين وتدمير البلد هي مسارات متعددة، منها افتعال الأزمات، اعتصامات بترك العمل، شح في البنزين، تعطيل تصدير النفط إلى آخره، إشغال بعض المؤسسات فيما لا يعنيها بأشياء أخرى سياسية إلى آخره، ولكن أيضا منها الارتفاع السريع هذا. في خلال أسبوع الدولار ارتفع يعني ارتفاع جنوني من أقل من 3 دينارات إلى 3.60 دينارات كما ذكر السائل. نعم. هذا حسب ما بلغني الآن أن هناك أعداد من الناس الذين باعوا ذممهم وضمائرهم للشيطان أنهم يضخون أموالا يعني هائلة كبيرة جدا ليست في طاقة شخص وحده، وإنما يدل على أنها تمويل دول، يلقونها في السوق يبيعونها دولارات ثم يشترونها ليجعلوا أن هناك أو يوحوا بأنه مضاربة زي ما هي مضاربة في الأسواق المالية، ليوحوا بأن هناك رغبة شديدة في العملة الصعبة، وكل ما تكون هناك رغبة في سلعة هي ترتفع. نعم. وذلك ترتفع كل يوم، ترتفع 5-6 دينارات، الدولار يرتفع كل يوم 5-6 دولارات، وصل إلى هذا الحد الآن.